تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى في منطقة كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعي. وقد استمع السيد الرئيس خلال الجولة التفقدية إلى الجهود الجارية لربط القاهرة الجديدة بمنطقة متحف الحضارات وكورنيش النيل، وذلك من خلال عدد من المحاور المرورية، وعلى رأسها ربط محاور المشير طنطاوي وعمر سليمان ومحور الشهيد جميعهم بمحور المستشار عبد المجيد محمود، إلى جانب العمل الجاري في كوبري العميد إبراهيم الرفاعي وصولاً إلى كورنيش النيل. منطقة كورنيش الحضارات سيادة مشرفة النيل يا فندم، المنطقة يا فندم من ساعة أمرت بربط منطقة كورنيش النيل يا فندم ومتحف الحضارات بكوبري يا فندم، بيربط عشان يربط معنا القادم من القاهرة الجديدة يا فندم بمحور عمر سليمان أو محور سمير موسى فندم، مروراً بمنطقة المقطم، مروراً بمحور رئاسة الرزق، مروراً بكوبري طه حسين وكوبري الدكتور صلاح الشاذلي على الاتصالات، ثم شارع الفسطاط يا فندم، مروراً بكوبري العميد إبراهيم رفاعي اللي سيادتك مشرفنا عليه، وصولاً لكورنيش النيل يا فندم ومصر القديم. هنكمل بعد كده. تمام يا فندم، تمام يا فندم. محور 3 يوليو يا فندم المنطقة اللي بعد كده هتكونيش يا فندم. تمام سيادتك. كويس. تم يا فندم نهو أعمال تطوير كوبري قصر النبي يا فندم اللي كان بيحل معانا المشكلة الاختناق المروري اللي كان تحت الإشارة هنا يا فندم، وتم نهو الطبقة السطحية وتخطيطه يا فندم وعمل اللوحات الإرشادية. تم يا فندم تطوير منطقة كورنيش وعليها 5 حارة مرورية كل اتجاه بدلا من 2 حارة في المنطقة من اسم مصر القديمة حتى تقاطع مع الطريق الدائري، وتم إنشاء كوبري يا فندم توسيع نهر النيل بطول 300 متر. وتم نهوه فندم وجاري عمل التواصل الحافي في ربطه فندم. كل ده اخر الشهر ان شاء الله يا فندم. هنا فندم جاري تطوير يا فندم منطقه قصر النبي المتجه لزرقاء مصر القديمه، دي اللي احنا لسه شغالين فيها بس فندم تبقى الازالات اللي شغاله فيها. طب احنا قدامنا قد ايه فندم؟ المنطقه دي بالكامل خلصت عادة، بس في حي مصر، حي مصر القديمه موجود، هو جاري نقله حاليا يا فندم. يعني خلال اسبوعنا او ثلاثه هكون اتنقل بالكامل وهنكمله بعدها على طول. وبرضه الموضوع سوق البطيخ والكلام ده، هو حي مصر القديمه وسوق البطيخ والبنزينه وبنزينه التعويض هما اتفقوا بعض. يعني خلال اسبوعين ان شاء الله يكون سياده المحافظ وعدنا بان هو خلاص، يعني هما دخلوا فيها وخلاص. وانتوا شغالين؟ احنا شغالين. هو كيلو 400 يا فندم، احنا خلصنا لهم 900 متر خلاص فعلا، خلصوا خلاص. والجزء اللي قدامهم فيه اتجاه بالكامل خلصان متحرر اللي هو ده، وهم هيبقوا الاتجاه الكامل بالتالي. سيادتك يا فندم في الكوبري اللي هو توسيعه الكوبري بتاع نهر النيل القديم، سيادتك احنا كنا مصممين التوسعه بتاعتنا على 120 طن. ده طبقا للكود الجديد، الكود القديم يا فندم كان 90 طن، فاحنا حاليا سيادتك بندعم الكوبري القديم عشان يبقى الاثنين نفس العمر الافتراضي ونفس المستوى، واللي ماشي على الكوبري لو مثلا لو ماشي بعجل هنا وعجل هنا ما يبقاش في فرق. كما استمع السيد الرئيس لاعمال التطوير لمناطق الفخارين والفن التشكيلي والحرف اليدويه المتميزه بالفسطاط. سيادتك المنطقه هنا يا فندم اللي هي قريه الفخارين، القريه دي بالكامل يا فندم سيادتك كنت وجهت ان احنا ضمن التطوير بتاعنا ان احنا نعظم المنطقه ديت بتاعت قريه الفخارين ديت. سيادتك احنا فعلا عملنا الكلام ده وحققنا الكلام ده مع وزاره الاسكان ومع مجلس الوزراء بحيث التطوير شامل بالكامل. هو كان في تعارض معاهم في مبنيين بس من ضمن 30 و40 مبنى، سيادتك محافظ القاهره نقلهم جوه، نقل مبنيين منهم جوه في منطقه افضل ما هي كانت موجوده بحيث الناس ديت يعتبروا شيخ الشيوخ الصنعه ديت، فاحنا عايزين بنعظمهم اكتر يا فندم من هم موجودين. شكرا. الله يرحمه.